أهلا بكم. في إطار تعليمه المسيحي، رحب قداسة البابا فرانسيس المؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم، وخاصة الناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها من ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، فقال: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على شخصية نعمي في سفر رعوت، التي تمثل عهد الشيخوخة الذي يفتح المستقبل أمام الشباب، وقال: قصة رعوت تشير إلى جمال وقوة الروابط العائلية. فبعد وفاة ولدي نعمي، بدت الأخيرة متشائمة بشأن مصير كنتيها داخل شعب ليس شعبهما، لهذا شجعتهما على أن يرجعا إلى عائلتهن ويتخليا عنها، ولكن الرابط الذي نشأ بينهن باركه الله. فقاومت رعوت هذا العرض السخي، وخرجت نعمي من تشاؤمها، وفتحت مستقبلاً جديداً لرعوت، فشجعتها على أن تتخذ لها زوجاً جديداً في إسرائيل. وقال قداسته: ستعرف نعمي في شيخوختها الفرحة، لأنها كانت هي السبب في ولادة جيل جديد، فهي التزمت واستعدت بمحبة من أجل مستقبل كنتها التي كانت مهددة بالعزلة والوحدة. هي الكبيرة بالسن فتحت أمام كنتها مستقبلاً جديداً، ورعوت الشابة من جهتها ثابرت على أن تكون مخلصة لرابط كان معرضاً للدمار بسبب الأحكام المسبقة العرقية والدينية، ومع كونها شابة وأرملة ظلت مخلصة لحماتها.